موعد ثابت مع الجمال مع السيدة ليلى عبيد. أهلا وسهلا فيكي مدام ليلى. دايما منحس أنه منحكي عن كل شيء إلا عن موضوع قلتي لي هيدي بدي أحكي فيه أول مرة اليوم، حقيقة عن عيد الميلاد، كيف الإنسان بيهتم بعيد ميلاده هو. صحيح، وخاصة بهالموسم، يعني موسم عيد الميلاد يلي منعطيه قيمة كتير بحياتنا، ولكن دايماً عنا ننطر لآخر الدقيقة ليجي عيد ميلادنا. قدي حلو أنه نتذكر عيدنا ونشتغل عليه لحتى نكسب من معنى الميلاد لحتى نحنا نهتم بحالنا. أنت بتهتم كتير بالديتس تبع عيد ميلادك؟ لا أبداً. وبيعني لك أنه يجيك بوكي هالقد و... ياما بتعني لك هدية مهمة؟ رح أقلك شيء، أنا الصراحة لو بتشوفيني هيك على التلفزيون بتعرفي انه انا شخص بيستحي، بقى اذا بتحطيني مع كثير عالم وهيك عم بيزقفوا لي وهيصوا لي شو صرت بعمل بهر وبصير صورهم. ايه 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 هيدا الواقع. بواحد انا بستحي خبري. هو الاحتفال بعيد الميلاد حلو، بس لازم يكون في عنا نوع من جروث للمايند سيت لعقلنا كيف نفكر بعيد الميلاد. عيد الميلاد هو اذا نحن منفكر بهالمومنتس يلي قطعوا، قد ايه انه نجمع المومنتس الحلوه بصور حلوه من سنين عم تمرق معنا، او نكون نحن عم نفكر انه اذا عم بنفخ 10 شمعات، ولا لما بصير عمري فوق ال20 بصير خافي عدوهم، أو لما بكبر بشوف شي حلو أنه عم نفخ كتير شمعات، يعني أنه عم بيفكروا فيه. هي مش شمعة، هي أنه نحن عم نفكر كيف أنه بهالنهار كيف بدي بلش، رح طلع بهالصورة يلي أنه بدي أعمل شي خاص لألي ما حدا عم بيفكر فيه يمكن، أو كتار عم بيفكروا بس أنا بدي أعمل، بدل ما عد هالسنين اللي راحت شو باقي منها بلش اهتم بحالي. البداية مع انه حدد شو بدي اعمل لجمالي، بجيب قلم وورقة وبلش بكتب انه انا جاي عيدي شو بدي اعمل. يمكن يكون شوبينج بالاول حتى جيب تياب حلوة، يمكن غير الستايل اعمل ميني هيك ميك اوفر، او بلش فكر بقلب الكيك. قلب الكيك لما منكون صغار بتجتمع العائلة، التيتا الأخت الكبيرة والخي وكلهم، وبيبلشوا يفكروا بالكيك. طب إذا أنا أكبر وما حدا مفكر فيه، وفي هالشعور النفسي المزعج بلش حضر قلب جاتو لحالي. يمكن اليوم بدي أعلمكم كمان مع تو سي سوري من شيف شربل. خلينا نبلش from me to me وتو مي فروم مي، انه فكر بحالي. رح ابتدي مع جاتو يلي هو قبل ما نوصل للعناية اليومية لعلمكم. جاتو كتير سهل، 12 ملعقة هو كلهم مطفحين طحين، 12 ملعقة سكر، 6 بيضات، 4 ملاعق بيكنج باودر مطفحين، وشوي فانيلا. هيدا هي الجاتو السهل البسيط، احسن ما يجيني كتير جاتو فيه كريم وكتير وين بدي احطه بالبراد وقديش عنده ليفلز. هيدا الجاتو البسيط لانه انا بعمله بالبيت، بكون فيه قصه حط فيه كريم فريش مع سلاد دو فروي، او فيه اتركه مثل ما هو. هذا جاتو الامات يلي جاتو الامات. قد ما ندوق جاتو بباتيسري هيدا الأطيب، هيدا الأطيب معمول بحب، ولحتى أقول لحالي إنه I want to celebrate. وبصير بفكر إذا أنا برشو، إذا مثلا هلأ برج القوس بهيدا الشهر يحكى عن المرأة اللي عندها ثقة بنفسها الأنيقة الجميلة، أرى هاي الأشياء بس تقوي الكونفيدنس إنه أنا الأحلى أنا حلوة، لحتى ما نفكر بس بسنين اللي راحت وشو باقي منها. بالبداية بدي أتعرف كيف حضر حالي لهيدا النهار يلي هو كيف أتعلم أعمل ماي أون ميك أب. لأعمل ماي أون ميك أب بدي بلش بسبا داي، أعمل هيك بامبرينج، أهدي حالي بامبرينج داي يلي هو أحط ماسك لوجهي، وهالماسك رح يكون كتير سهل للبشرة المختلطة. رح يكون كناية عن ملعقتين لبن، ملعقة خميرة، ملعقة عسل، وصفار بيضة، نخلطهم مع بعضهم ونحطهم على الوجه لعشر دقايق قبل ما بلش بالميك اب نهار عيد ميلادي. وحط شوي او دوائر خيار او دوائر بطاطا على العينين لحتى ريح منطقه حول العينين.
وبالبداية قبل بليلة بدي نام نوم مزبوط، لأنه أحلى ماسك هو a good sleep يلي بيعرف ينام مزبوط ويشرب مي لأنه بيعمل ديتوكس. النوم هو الماسك الأجمل للبشرة لأنه بيتغير كل السيركوليشن عنا لما of blood، لما بنكون عم نرتاح منشيل السترس، بالتالي بيرتاحوا عينينا قبل ما نحط أي برودكت. هيدا قبل بيوم بكون حضرت حالي بماسك قبل بيوم أو قبل الميك اب، وبكون عطيت لنفسي إنه بلش أشرب مي تو ديتوكس لحتى طلع الجلو. بدي أقدر شغل هالبشرة، أشرب مي، أكل خضرة وفواكه، والاهتمام الروتين اليومي ما بيبتدي نهار عيد ميلادي، بيبتدي يمكن شهر قبل إذا ما كنت عم بهتم. وصولاً لكون عم فكر بجمال الميك اب، أعطي هيك ديرتي لوك على العينين، اترك الحاجب، بعمل بلاكينج، منظف بس الوبرات الزايدين، باخد لون حمرة ناتشرال نيود، وبزيت الوقت أظافري بكون محضرتهم بشكل مرتب، وبكون عاطية لحالي نوع من توريستايل ماي لوك. إذا أنا عادة ما بحط بينك يمكن حط بينك، يمكن إذا ما بحط بني حط بني، وبلش فكر كيف بدي رتب الأشياء مع بعضها، أي جاكيت مع أي بونتالون مع أي هاند باغ، إذا كنت عم بطلع لبرا نهار عيد ميلادي، وإذا كنت عندي عيد ميلاد أنا I want to celebrate in a different look، بدي يكون عملت ستايلينج جديد، بعمل a new haircut أو تريمينج لحتى ما يكون الغلطة إذا أنا شوي نفسيتي تعبانة إني أنا عم بكبر قص شعري وأغلط، أعمل شوي تريمينج، غير شوي اللون إذا زعجني، ولكن to style ourselves نقيت كم قطعة تيب أنا بحبهم يلي شوف هاللوك الجديد يلي عم فكر فيه. إذا كنت أنا عم بحتفل بمكان ليلي، إذا كنت عم كون لح يكون في كذا صورة، لاحظ هالستايل to style differently، يمكن ليه إشياء بغراضي كيف البسها، خاصة هلأ الأوكيجنز إذا أنا عاملين لي شيء كتير كبير ومناسبة كبيرة، أخذ الأشياء طويلة مع البونتالون مع أي شيء كروب توب توب، يعني دايما أعتمد بالشتوية شيء جديد لإلي، إن كان موضة ولا مش موضة أنا تو ستايل، حط اللوك اللي أنا بحبه، أعطي جاكيت طويل، أعطي حط سنتور جديد، غير بسنتور، غير بأكسسوريز، ولاحظ لما بيكون الإنسان حسب الأوكيشن، حسب وين عم بيكون، يكون عم يختار لنفسه نيو لوك، ألوان جديدة، ألوان بتعطي إن كان يستمد من ألوان الصحارى، ألوان الطبيعة، لاحظ هالبرونز الحلو لسبيشال أوكيجن شو معقول يكون حلو. اخترت إشياء هيك مختلفة، ولكن الأهم لما بيكون العيد عيد الأولاد هو هالكوكيز، هالإشياء الصغيرة يلي we celebrate together أكثر من الهدية يلي منجيبها. ولأنه عيد الميلاد بنحكي كتير عن الهدايا وبنحكي كتير عن الأكل الطيب وكل هالإشياء، كنت عم بسمع الأبونا هو عم يحكي بهنيك على ضيفك اليوم، لأنه قبل ما طلعته على الهواء قال لي أنت بتعرفي تجديد الخلايا مستمر عند الإنسان، وهيك الشجرة مشان هيك بيختاروها لأنه هي بتعطي ثمر وهي بتضلها بتجدد مستمر وبتضلها العنيدة الأقوى مع كل التغيرات. هيدي مثال لأنه كيف نحن نستمد من الحياة الدينية، وأنا بدي أقول أنه كل إنسان بيقدر هو يعمل باترن خاص لحياته، يبتدي نهار عيد ميلاده بتفكير بوزيتيف، ويبلش يكتب أنه أنا شو بدي أعمل للفيوتشر. إذا كان روتين جمالي خصص حاله بأجندة خاصة لإله مش بس لهيدا النهار، أو إذا كان بحياته يكون اختار لحياته هو شو بده للفيوتشر، مش بس نفكر بالماضي اللي مرق. مليون بالمية ونحب حالنا. أيها. شكرا كثير مدام ليلى، بنتلاقى سوا الثلاثة بحلقة جديدة. أهلا وسهلا فيك. ثانك يو. نحن رح نتابع حلقتنا مع ماي رايتس بعد البريك.